ما يولد ما تحب تبيت كنت تحضن عمتي سعدية. هاي شد. هاي افطر معنا. لا عايش بنتي. يلزمني نهز الفطاير لعمتك والكرواسون الغادة. صباح الخير سي سعيد. صباح الخير. هاي مرحبا بيك. ريت يا حسن سي سعيد يخمم علينا نسكن. ولا انا من يخمم فيه كلكم ناسيني جملة. واش ناقصك يا بابا؟ هاي بدأت تترهدن علي على الصباح، محسوب ما في بالكش بيه واش ناقص؟ واش بيك يا حسنة واش بيك؟ راهو سي سعيد كل ما يشوفك يلزمو يفكرك اللي هو ناقصت امراه تتولها بيه وتونسو. كل شيء بالمكتوب. مكتوب؟ المكتوب ما يجيش وحده. المكتوب يلزمك تسعاله. مزعومكم بالحديث يا سيدي. تسعاله؟ هي سعالي مش قاعد تستنى. نا مهندس غبيت نتعامل كان مع الجر. اما بدك راهي مرجلة اجتماعية. والسعدي ولد اختك بوستاجي يعرفوه الناس الكل. لو كان جات الدنيا دنيا راهو دبر لك امراه كيما تحب وتشتي. او السعدي دبر لي امراه. انت ما تدبرش الروح. جيب نظره في نواظره ولتو زال عازم. كان علي انا في خدمتي ما نتعامل كان مع العزيز. وزيد بابا يحب على واحده صغيره. اش عندك ما تعلق على هالكلام عم سعيد؟ عم سعيد وش هي تحب تطيح لي المورال على الصباح يا فرحي؟ ماك العام وصيت قلت لك لا تعيطي لا عمي لا خالي لا بي. تضحكي انت. والله ما نعرفش على روحي كيفاش وافقت واعطيته بنتي الوحيده. صح عليك يا فرحي. هاي يلبس. صباح الخير يا سعيد. نهارك سعيد يا سعيد. نهارك طيب. ها هاك عالصبحة خارج من دار بنت ولدت بيت عندها. هاي السؤالات الماستة اسمح ربك. واش بيني بيت عندها؟ ما عنديش دار. لا لا حنا عندك دار وعليها الكلاء. لكن كيما يقول دار بلاش مرا كي العيشة في الخلاء. ويقولوا زيدا يا سعيد الدار اللي تدخل لها المرا والحنة تولي جنة. يعطيكم الصحة يا جماعة الأمثال الشعبية. المفيد اللي تعرف منكم امراه بها تصلح بيا الدنيا عليه. راني فديت من الوحده. ها هاك باي يا اخي سعيد كبر وما عادش يدل باي. ليه؟ ها اخزر لي يا باي اخزر لي ملي. ها نالو كان نمشي للحمام او نلبس ونفوح ونحرقس ونقحل ونسوق الا ما هالبناويت هذم الكل يحشموا بشيوخ بجانب. همان بلا شو نقول لنا سعيد اخزر لي. شنو رايك في المشرق؟ شنو رايك في اللبسه؟ شنو رايك في الحتة؟ مش انا توا خير من صغاره؟ لا خير خير. اون بلوس ما تنساش اللي انا بلديه وبلديه عايشه في الخير والخير يطري. ها وما تنسيش ثانا اللي انت تجبدي في حناكك وفي جلودك باش تباني صغيره لكن مبركك الريماتيز. يا اخي هذا الكل غيره مني يا بنت سعيدين المرعوشه. لا مرعوشه ونان غير منك كبيره البركه. بيان سور غير مني ملا ليه؟ تعرف بنت سعيدين انت ياسر مخرومه. لا مخرومه هيا عاد اضمي وحبسي فم هاو نقول لك. هاو وين وهرب به؟ هاو وين وهرب به؟ اش عندك فيه؟ ما عنده وين يهرب مني. ما خذته ما خذته. هبا هبا ياخذك العاق. واه هي نحيا وانتي تخذيه. شوف ورحمة جدة مخطة ورحمة جدة مخطة ما ناخذو كان. سعيد ها سعيد بل صباح مبروك بدتها بنت سعيدين واختفى علي الملاخ. صباح الخير يا سعيد. بارك سعيد محاجتك بيا. يا ودي محاجتك شفتك جاي كنت نصبح عليك. مش احباب وصحاب احنا؟ لا احباب وصحاب الفطاير هذولا ان شاء الله فيهم الشفاء. صباحكم بالخير. صباح الخير سعيد. خذ عليها الصباط صلحوا لي. واش هي خلطت علي الشارع جمله واحده وانت في يدك اجلك بقاري على حال وتقول لي صلح. لا عندي براكه نصلح فيها. هذه واش فيها؟ هز الصباط معاك صح وكي تجي مروح عديه لي للدار. باه يا سيدي باه. قول لي يا سعيد اخي تفهم صلح الموتور تاع الكهرباء. ظهر لي. شوف يا سيدي شوف ها. با 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 ملا ميتور وملا هو تسمع في حسة سعيد
يكونش يتزفزف نحل على حاله. بابا 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 علي ملايين عندك اغدرتني على الصباح. شو عندي عملت نا باش نغدرك انت؟ نحل قداتا ونقدو وندقهم صبير في الهواء ويشدو. علي مشني مسيبك الا ما تدز بيا. هاي يا سعيد هاي ولا يديك بالحنة. ايه فيه الفطاير والبريوش. اسيدي الفطاير والبريوش حطوا مع العظمة متاع الباب واجي دز معايا الله يرحم والديك. اسيدي الله يبارك. هاي يا سعيد هاي زيد هاي باش نصلح لك الخردة نتاعك. كيما قلت كلمة سكتت الميطور قول كلمة تخدم. كيما شكرتو ذم. قول مثلا ملا ميطور خردة ساكت كزير متك. الله يبارك. ملا ميطور خردة ساكت كزير المتك. هاو ما خدمش أسي. زيد عاود ثم شبا يخدم. بالله زينة متخلويت نتاعك يا سيد توهاب. أخي شنو؟ رجعتني جني في حلة نربط ونحل. يا واد. وش يا أخي؟ تحب تقنعني اللي صار لك الكل على خاطر صبحت على بنت سعيدان؟ لا يا سيدي، نقولوا بنت سعيدان خطأ. واللي صار كرهبة التوهابي والفطاير؟ ما هيش عين علي الملاخ. عيب عليك يا خالي، تصدق الخرافات. يا مريد، عين علينا حق راه. عين علينا حق. برجولي يا خالي، أنتم باش تعملوا مع عين الملاخ، بطل بالفارق. فكوا علينا من حكاية عين الملاخ، يا جدي، راهو ميمة باش تاخذ لولدها امرأة وأنت لا. عيش بالملاه يا كمون. مرة هذه يا تاخذي لي امرأة، يا دبر راسي وحدي. إلا إلا. مالا أزر بروحك وجيب لها طفلة نربيها وندللها. يا للا يا للا باهي تناخذ مرأة عندها بني. لطف على ولدي لطف. ما تعرس كان بصبية وجيب لي بنية. يا ميمة زيدي شوفي مرأة جدي سعيد خير ما اللي يعمل ليك سابوتاج. عاد هذه هي تو شوف ليه واحدة من زميلاتي اللي يقروا معايا. شوفك الزميلات الباهية كان قروبة واختك كيف كنت. لا عاد خير كبيرة مازالت صغيرة. وتصلح بيك انت. تصلح بيا لا تويش بيني بيلك في العمر. اسمع سعدي يعني نبى عليك قدام امك كلمه خالي هذي انساها ما عادش نحب نسمعها من عندك. ونامي سلش نعيط ليك جدي سعيد. عيطي لي بابا اكهو سعيد. لا وبابا الفرح. عيطي له بابا الفرح. اما انا عيطي لي بابا اكهو. اسمع لي برجولي انا دمي يغلي عليك. اقول لك تزبيه كره ما تخليني وتمشي. اخوي تزيد فيك. لا تزيد فيك لي الباب علي نفس. اخوشي تحب ترجعني كحسن بالفشفاش. اي واش كان علي ردي تنفس شويه وزيد تزيد بيا انا شويه. شوف يا سيدي عبد الخالي خدمتي وندز بسيادتك انت تمشي مامي تدور الخرده نتاعك يمشي خرده. كسبت انت. ليش تكسب فيها سيدي؟ قال لك علي نحب المشاكل. هاتو هان بصراحه بصراحه الكاتكات باشي نتاعك ما يصلح فيها كان الموطوء. زاد عليها علي الملاخ كم البر في النار ولا في الابدان يا تهابي. دي المهم انت لاباس. منين لاباس؟ منين الكرفه ما تعذر كان لها تيمك يعني نهار تنجب زيد حق التصليح والتكركي والتعب يعني خسير مال وصحت الدار. هاتو هام وخي خلفتك على ربي وكل نهار وقسم. هذاك اللي خسرت عليه يدقني ربي لو كان جيت نايا في بلاصتو اللي ما نخسرك في جميع المصاريف يا وجه المصايب. وجه مصايب وسكت كذا بكل ونعس وعز وبغض.
نحس وحسودي. هاي يا سيدي بلبوا علي وجوهكم من هنا قبل ما نسخط واحد منكم بها المطرقة. يا ولادي صليوا عني بي ولعنوا الشيطان راهو ما يخرج عليكم هذا. هيتوا هز عباس صاحبك وش بدل صاحب صاحبك ما كانش راهو باش تاكل بعضها بينه وبين علي وانت هو السبب. هاي هاي يا عباس ليش عملت توبايا هكا بغدادي الواحد يبدا يتهرب من المشاكل وهي خالط عليه راهم مش يهبلون لي الزويزه هذول. يوسع بالك هاي استعلي نمشيو. وين نمشيو اسي؟ نمشي نقاوط ولد الحاج نعمل زويز قهاوي ودبيب زما بارده خليك تهدي اعصابك يكالك على الخدمه ما عندها وش تمشي. والحساب عليك انت ما يسحلش. اه سيدي مالها مشات معاك هاي. ما تقوليش ملي دخلتي للقصر وانتي ما تكلمي كان على البناويت واللي عندهم بناويت. يا اخي ناوية تعرسي للسعدي ولدك؟ واش خاصة بنت سعدان؟ كان عندك بنية تحت يديك قولي لي عليها. سعدية بصراحة لو كان حتى كلامي باش يغشك. يا اخي مش عيب عليك تفركت في مرأة للسعدي والناس يا سعيد خوك. الحقيقة متاع ربي هذه تتسمى حيلة. لا لا ها تعرسي لولدك اقبل خوك. يا بد ربي يفهموني ذوقي نايا ما يعجبش سعيد خويا. سعيد خويا يحب يخرج على كيفه هو. بصراحة ما تصلح بيك يا بنت سعيدان. تبارك الله عليها شهلولة ومحرحرة لسانها يغزل الحرير وخزرتها تذوب الحديد. مازلنا نسمعوا بنت سعيدان المخرومة المرعوشة يعجبكش ولا شهلولة ومحرحرة؟ كنت بساعد ولعاء نا تسعوا فيها سوين نا أقعدوا فيها. وين على خير يا كبير؟ أكهو وفي القول تاع القراية يزيني من البركة عيد باش نخرج نسرح ساقية ومني بكس ربي سهل وانت يحكى في غرزة أنا مستقبلي. نقول لك على مستقبلك وين تلقيها كبيرة؟ تعمل مزية يا تلقيه في القهوة يا بحث علي الملاخ. غير مش المستقبل اللي باش تلقاها كبيرة في القهوة ولا عند علي الملاخ. بنت سعيدان ها مش هي مش بيك خلينا نسحبك تلقيه وتفهمي على الرمش طلعتي الصلفة جنبك نكبة. هاي المستقبل اللي تحكي لك عليه سعيد الكير. أحلي سعيد الكير هي مزحت في حقراية. لا هاي الله يزعلي مش قريب لس يا لعم شيء. هاي لا هاي قاعد يفهم يا بنت سعيدان وين ماشي باش نبدو الدرس. شي نبدو الدرس هلال راهو الكبيرة باش تهرب ليا بسعيد وتقول لي انا نبدو الدرس. الله يجعلني باش قريب. عاوني مقعد عاوني سيدي مقعد ها قلت نبدو الدرس. لا رجعني باش قريب مانيش قاري. صراحة يا علي ملعين عندك مسكين اللي صادته. ها بغدادي يا بغدادي اتقي الله ويهزي من الدعايات الفارغة. أخي ش رجعتوني هنا سحار؟ تدي كيما القناصة اللي يحكيوا عليهم اللي تقمر فيه ما يمنعش منك. والله لا حرام عليك يا بغدادي حرام عليك يا راجل. راك الكلام اللي قاعد تقول فيه كله غلط. علي أي تحبش نعمل تجربة شوفك الزويز اللي قاعدين بجاه ربي علي أوزلك السيد اللي لبس كرافات حمراء أوزله كل من الكرافات عنده. ما عزك يا جهرب ملا كرافات حمرا زايدة في يشتر. راني قلت لك يا بغدادي راك تظلم في هاو الراجل ما صار له شيء. اما انت تولي كلامك كله مش صحيح. بالحق ساعات تخطف مع حاجات نحبها برشا ولا تنرفزني برشا لكن كنت جيت تشوف صحيح راه تجيب طبيعتها مش وبيراتينا. الفارح يا اخي تخدموا عند البلديه ولا عند ولد الحياج؟ عند البلديه. همنا علاش تكرسوا في تراس القهوه؟ يعاونوا في الازعر يجري فيهم بالقهوه والسواقه. ما غيرهم
بالسياسه والعيله نحول له فلوس. عندك خطه غير تباني برك؟ السلام عليكم وخي، عندكم شي شعور؟ بارك الله فيك. اسم ناسمي المهف، تحتاج اي مساعده انا تحت الطلب. يا سيدي المهف برا ضرب غافل برك. اسمعوا يا جماعه، هالزبايز هذوما يظهر فيهم مخترين، قاعدين يخطوا الواحد باش ينحوا ليه فلوس. هاي نمشي شوي، احنا نخدموا في المرش مش قدام قهوه ولد الحاج. جيب شويه هذا ونمشي بشوي. ناي الكبران وناي اللي نحكم، امشي تحرك قدام. انت الكبران امشي. مش خليك ناسي بغداد تيجي عليه وين ماشي. تو الساعه اللي جاي عندي جواب مهم نستنى فيه، كان جابوا اليوم نخلص لك المبروك يا سيدي. شوف يا سيدي، شوفك الوهره فيا يا سيدي، وكيفاش قاعد على كل كرسي، شوف كيفاش تلقيته مال السعدي ومال الهوس. سي سعدي، سي سعدي جاي، مرحبا. خلي خلي بارك الله فيك، خلي بارك الله فيك. طب هاك ريتك اتواجه، كانوا قاعدين ركبوا في الكره، واحد منهم في دوماس. بنت الخطه اللي حكوا عليها، هم بالحيله طيحوا السعدي ونحوا له الفلوس. طب هاك رد بالك اللي صار معاهم في السرقه، خاطر كنت حكيت معاهم زعلوا ليك سيجار. كلامك صحيح، هاي نفس كيما بالعيد والفير لين ولاو تابعين للعصابة. ها سعدي هذا جواب بلا ينعاو. مبروك عليك يا أزعر. أزعر جيب قهوة سي سعدي من عندي أنا. مبروك الجواب. صحة سي سعيد وإن شاء الله في حجابة العرس. أنا لتو ما لقيتها العروس اللي تصلح بيا. قول لي يا حمادي، تعرف شي وحيدة بنت حلال تدلني عليها؟ ما أعرفها لا، أما في بالي البرني عنده بنت أخته بنت بكر وعمرها 35 سنة. من ناحية العمر باهي، أما ما نعرفش عاد الكباري بتاعها يناسبني ولا لا. من ناحية هذه أحكي مع البرني. عم سعيد، يا عم سعيد قعدتك عما في عينيك. قول سي سعيد. يا سي سعيد، السعدي ولد أختك سرقوا له فلوس البوستة وهاوينه مروح قدام القهوة. مثبت من كلامك؟ إي مثبت، بعد اللي شفته بعيني. سامحني يا حبيبي. يزي بلا كذب، نعرفك تهول في الامور وتزف. ورسمي بالحق، تهول تخف حاضر. بالحق معناه هذا مريض زوز رجال مش من هنا، طيحوا سعدي من بسكليت، هزوا له مسويات اللي فيها الفلوس الكل، وهربوا في كرهبه. كلامه صحيح، وهاويني العباد قدام القهوه، ارمي الغربال يركح. ايه والسعدي ايش عمل؟ الراجل دايخ وكشاكيشه طالعه وناس يفيقوا فيه، وانت تقول لي واش عمل؟ يا ربي تقدر الخير. أي حمادي حجمني لي يا الولاد. تحب تحجمها؟ مانيش فاضي. فهموني وش هي الحكاية يا خير. صاحبك البغدادي جاه جواب عنده مدة يستنى فيه، حب يخلص لي قهوة مبروك. قلت له لا على خاطرني فوق الخدمة، مش لازم. مانيش ماشي نخدم، هاني قاعد. تو بالله سامحك، تو هذا صاحبك ولا؟ أيه. وأنت تعرفه مليح. السيد هذا راهو مغروم ياسر بالعمال، أكثر من هكا. أسيدي هذا شد صحيح، قال لك يحب يخلص القهوة على السعد. قال شنو؟ قال على خاطر مبروك ما نعرف شو. لا وزيد عليه هذا. أرمى يمين اطلاق على مرتك. هكا يا بغدادي، هكا يا بغدادي ترمي يمين اطلاق على مرتك؟ مش عيب عليك؟ سيب الرجل خليه يمشي يخدم على روحه. هو يمشي يخدم على روحه وانا نطلق المرأة ها ونقعد بلاش كيف كنت. أبو صار الحكاية هي هذي؟ أيا ما تخممش مالا، محلولة بقدرة ربي. أنت ونعطيك سعدية أختي والسعدي. الشباب هذا
يولي ولدك شنو رايك؟ ايوا بان على حقيقتك يا مغبي يا حسودي. تحبني نطلق المراه على خاطر انا اكبر منك وماخذ مراه صغيره وانت عزوزه ما طولتهاش يا متاع العزايز. ليه متاع العزايز يا بغدادي؟ والله والله وراسك انت المال وخذها صغيره اصغر من خيره مرتك وشب منها. اخذت لكم الاخبار ولا لا؟ ان شاء الله خير. قرروا لينا زياده حق السويس اللي كانوا قاعدين في القهوه. طيب حاج السعدي من البسكليت هربوا لهم فلوس جماعه الشيخوخه ولا نتري طيب. الله 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 قلت لك يا ابن عيد راي وجوههم وجوه شر ما صدقتني. ايوا السعدي ايش صار فيه؟ السعدي مسكين ربي يستر لوح على الوطار لا يتحرك ولا يتكلم كان عينيه تبحر وانا طلبوا ليه الامبيلون جيت هزه للسبيطار. طيب نسكتوا شويه خي نايل كبران ونعرف شنعرف كبران ما كبران مترفس كبران ونعرف شي يصلح بينا احنا نخدموا على رواحنا اش مدخلنا في المشاكل اخدم اي هاني نخدم هذاك باش فعلا ها بلاي ها بلاي ها مش بيك ما ريتش سعيد القارد حشتي بيه سعيد القارد لازم راه ولاهي في السعدي ولد اخو واش بيه فانا السعدي ولد اخو قولك ها قولك انت شيء خايف نقول لك الحقيقه دوخي ولا تاخذي صدمه احليل ما تقولش ليا سعيد قرب الشيخ وكبايره واش خف شيء يا مراه هذه حكايه اخرى باهي انت ماكي سجيعه تو نقول لك قولي لي الساعه انت شهرتك تاخذها من البوسطه واللي يجيبها لك السعدي تضاع وليش تسهل ابوي ما على خاطر كان تاخذها من البوسطه راك سلكتيه كان يجي بهاك السعدي للدار علي وليك ربي وليش اللطف يا ماما هبطوا على السعدي خمبوا لي فلوس للتريتي والشيخوخ احليل احليل يا راسي تعرى وتخذ التحليل يعني وقيله وقيله لعبت علي الدوخه وقيله ردي بالك علي سعيد سعيد ردي بالك لعبت علي الدوخه احليل احليل قلت لك ما تقوليهاش جيت على راسي راني اتخذت فلست راسي تعرى
وفلوس الكريدي نتاع الانترنتية وجماعة الشيخوخة مشوارية. لا لحظة بخي خليفتك على ربي. نستاهل راني رخيص وبهيم. حتى نايا راني بهيم يا خويا. حتى نايا ملناش نقول نكردي فيهم في الغلة والخضرة. منين باش نخلص؟ منين باش نخلص؟ منين باش نخلص؟ ما هو اللي شربك هيخلصك؟ السعدي هو اللي تسرق وهو اللي خلصكم الزق. الله يكرمك. السلام عليكم. يا سلام ولا كلام معاك. وش هي يا سي السعدي؟ ترزي الشياب والعزاز في منديتهم وتفلسنا نحنا. شوف شوفك ابن سعدان وكل حال اللي فيه من اللي سمعت قطعة نقيق لا تشوف لا تسمع لا تتكلم. شد شوي. قطعة نقيق. هي بنت سعيدان الماندا متاعك وصلت مخلصك فيها وحدك ولا قدام كنتك؟ الماندا جد يحي من حيان. لا لا حل لا لا خلصني فيها من الدرقة. ها ورد بالك تقول الجميلة كنتي اللي الماندا جد نعرف راس الشر يطب وهي تدرق لي الانديتي متاعي ولي تسيتها عند كبيري. قلت لك ركبوها لي راي كبيرة طو قطعت لك الانديتي متاعك. ايه هذه هي ماني نطلع واحد اخر. اوه ما طلعتي انت واحد اخرى. كان مخالي سعيد عرس. ايه عرس بها العين. شوف الثعلب وش يطلع منها البرق. هذاك علاش قصت على القراية ولحقت سعيد. ايه بنت سعيدية يعني بنت سعيدية نعمل يا عقلك. راني فدلك معاه وكانك على ديدي تهني راهي في الحفظ ولا مين؟ ها مال حسن ها ماني مهم. ها السعدي ولي قل لي الحقيقة الرباني. أيوة. خالك سعيد ناوي عرس بكريرة. هو من ناحية ناوي ناوي أما ناوي عرس بك انت على خاطر انت أصغر منها. أما ما يعرس خيري سعيد كان من عرسنا هباي. أحلي أخوي عرس أبوي عرس جيتك بجناب الله عرس. حتى الماندا اللي عندك أسيدي تسرقت ما تسرقتش نام سام حدك فيه فهم غير عرس أبوي جيتك بجناب الله عرس عرس أخوي عرس. يا أخي وقت عريس توا المندات سرقت وانت بتحكوا على العريس. يا عباد ربي يا عباد ربي ما تسرق لي شيء واللي جاب لكم الخبر كذاب وصفيه. المندات متاع الشيخوخة متاع الانتريتية ما زالوا ما جوش. هم ماشيين روحوا شي بدي حرق. ها عاملين عملتكم وهربين. ها خلي الاخضر شويه اخويا راهو الكبران مش دينا. يا بغداد تشبيك اخويا مدخن وجهك مدخن قلت مكشبه مو لاباس اش فهمت. يؤسفني عدم قبول مطلبكم. تو هذه يؤسفني تخلص عليها بالمبروك يا بغدادي وزعما تطلق المراه ثم لو كاجت يسعدني زعما اش تعمل. زايد يا ولدي والله زايد انا ديما نتسرع والهذاك جي من وراء الفال الباهي هذاك بتاعي يصعبني وجه النحس. مسكين السعدي مسكين. كان جاب خبير باهي يولي وجه خير. كان جاب خبير خايب يولي وجه نحس. الله يهديك يا عم البغدادي الله يهديك. بالله قلت اش اكثر من الهدايا يا هادي. شوف بس لو كان الدور العالم الكل ما تلقاش واحد يخلص المبروك على جواب مرفوض كان شتي البغدادي. هاي لما روحك عاد وخلص الراجل. هاي انقش لي وضعك عم البغدادي واخرج بك السواره. طيب عندك يا سيدي دبو زماء واربع قهوه. زوز لي كنت وعم علي وزوز لي سي سعدي. سعدي لي سعدي شرب قهوه واحده. هو شرب قهوه وانا جبت زوز ومعاهم كاس جو. نعم منين جاب كاس جو هذا؟ هذاك المبروك شربت هنا. ها ولا ما عنديش الحق تراو جواب مرفوض يستحق كيسان جو. ايوا زيد تمسخروا مني مال يا سيدي بالحرام والمراه مطلقه لا ندفع حتى دورو. بابا استنى 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 عم بغدادي انا من غير ما نحلف بالحرام ومن غير ما نطلق مرتي ماكش متحرك من هنا الا ما ناخذ حقي. علي انقذني عاودت حلفت بالحرام مره اخرى تشربك. نوخذك البغدادي يا سيدي نوخذك. لكنتي على شرط
شوف يا سيدي، تو بالوقت تحلف لي بالحرام، بالحرام المرام طلقة، اللي انت ما عادش تحلف بالكل، بالحرام المرام طلقة. نحلف، ادفعوا ونحلف. هي هي يا عيسى الصنديد، هي هد له فمه وخوذني بصاري. هي شوف يا عيسى قي، شوف قليبي، قلبي زعما سق طهوري من الخوف، زعما سقط ورجلي، رجلي ما عدتش نجم حتى نمشي عليه. احليلي وزاد ضربني بوصفير، احليلي لا واحليلوني. ها باش تترزق لي شبابي وهكاك كبيرة تفك لي سعيد، باهي يا سيد، باهي هكا يا سيد. اسمع اسمع بجاه ربي يسمعوني، نحن خاطين، نحن عودنا لكم الكلام اللي قالوا المهف والتغف. انا مهف ولا تغف نتاعك؟ انت اللي كذبت علينا، وانت اللي تخلصوا الفاتورة. حب السم سي فاتورة بالعين عندنا. اسمع اليوم معريك النساء واستنى. لا لا هاني قدامك، وداني فيا اللي تحب. شوف يا سي، انا رجليا ما عدتش نجم نمشي بها، تهزني على ظهرك المستوصف نعد، وبعد تروح بيا للدار. ايه وخدمت، يجي الشيخ ما يلقانيش يطردني، تراسلي بطال. ايه بالحق، عنده الحق. لا ما نفهمش، يلزمكم تتعاقبوا باش تتوبوا على الكذب. ايه على الاقل عاقبونا بعد الخدمه. لا لا لا، بعد الخدمه المرشي صعب. عاقبونا نهار لحد. لا حد ولا فيشتا، كل شيء بالحق وكلمه لا. هيا هيا سي تحرك قدامي، هيا انا يوم نوريك. واو لا صب، ها شدوا مليح، شدوا مليح عايز الصنديد. ما تحشمونيش بجاه ربي، لا تحشموني، يلزمني نعمل طلع على الدار، وفي العشية طاو نطل على البلاويد، ربي يقدس عود. ملا أقرب حسابك تتعشي وتسهري بحثال. وعليها خاي تتعشى وزيت تسهر حذاك. أسمع سعدي، الحيلة لا عايش أختي، أنا فيها تتعشي حذانا الاثنين، وقال تعملي طلع في العشية على الاثنين وقع. أسعدي أنا عندي اقتراح يرضي الناس الكل، العشية تمشي تعشي بحذيها، وفي الليل تجي تسهري بحذايا ونتعشوا ونرجعوا دروسنا وبعد نشيك. هلا 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 اخوي، وقت جاتك هالفكر؟ نخلي ولدي وحده صاح ونجيب حذاك انت نتعشى ونسهر ونرجع دروس. يبا هبا هبا هبا، قل لي اخي بعقلك ولا فلت لك؟ هالبرج وش فيه؟ طلعت لك السخانه ولا تهتري؟ وش معناها نهتري؟ انتم تستدعوها ونا لا. البرني البرني يعطيك الخير والرضا، هو اللي احنا رانا نسويه، كي نتلموا مع بعضنا ما ثم حتى مشكل. نروح لي لهنا نروح لي لهنا. اخي انت راجل هشي وعايش في دار وحدك، خويا تستضعف المراه ولا باس؟ اولا انا مشي وحدي، انا عايشه معايا ورده بنت اختي. ثانيا انتم ما تلزقوا في بنويتكم، حتى انا نحب نلزق روحي. اسمع سيدي على البرني، خدنا في مخك يا ابو هالي. نا مشني ابو هالي، نا هيا ابو هالية سعدية اللي مش عارفة قيمة روحها. يا البر كان تدبر لي راجل ده، والله 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 على خاطرك انت نوخ. ما ثماش خير مني نا. نا عندي ماندا ودار ورجع انا وياك الدروس وزملاء في القراية. سعدية تي هاو البرني ظهر عينو فيك بالحق. اسمع نقول لك، نعرس للسعدي ولدي ومن بعد نحكوا فيه الموضوع هذا. استنى جدوك تغف، يكذب عليا ويهرب عليا 5 مليونات. يا حمادي ريض روحك، ريض روحك وانشرح وضعك. اسمع انا راني رجعت لك مش باش تحكي لي على سيد غف واش عمل فيك، انا رجعت لك بالذمه باش نحكي وانا بنت اخت البرمي. مراه خليقه وراس كيف الناس، المفيد صغيرة في العمر وتصيبها في اللي بقي لك من عمرك. اللي بقي لي من عمري إيش بيني سيدي، شفني على عكاز أنا ولا إيدي طرعش؟ أنا التوى العين الخيط في الإبرة ونكسر اللوز بسنية. أوه لا سامحني عادي عم سعيد، يضرك تضحك تبان عندك سنة بكسرة. يعطيك العافية في عينيك، بعد القديم اللطف، حتى سلة واحدة مكسرة فقط بها تياني صلح له. المفيد انا نحس بروحي مازلت صغير وعندي الحق باش نتشرب. يا نار تحت 35 سنة؟ لا. فوق 45 سنة؟ لا. هجانة؟ لا. مطلقة؟ لا. فهمت سيدي؟
باكي تعرف هالوقت وقت اشاعات، والاشاعك انه فيخ انت تنفخي فيه وهي تك، انت تزيدي تنفخي فيه وهي تزيد تك، وفي لحظه تترشك ما يبقى منها حتى شيء. كلامك صحيح، اما ثاني اشاعك فين هذه تخلي وراها فجعات وغسرات راهو. اما الواحد يكبر وينسى. المفيد انت اشني احوالك؟ حوالي اللي يستنى كيف ما يقول البي، يا خدمه يا راجل. كل شيء بالمكتوب، المهم بالصبر والامل تجي الراجل وتلقي الخدمه. سي سعدي كان فما امتحان قول علي للهاني، راهي قلقت من القعده. تعرفيني انا حاطه في مخي نحب نتهنى به، قصدي نحب نتهنى عليه. حتى انا نعرفك ما تهنيني عليها كان انت سي سعدي، مش هكا الهاني. وشنو يعني؟ ماكم تعرفوني ما نحبش نحلق قدام باب داري. واش يا عباس؟ مالناش محلقي؟ كنت نطلب من سي سعدي شوف خديمه الهانيه، واش فيه؟ ساعة ما تدبر ليه خديمه باه يا سي سعدي. لا باش نعمل اللي عليا وان شاء الله ربي يوفقك. الله يبارك فيك يا سي سعدي. ان شاء الله ما تشوفوا مني كان الخير. تفضل يا سي عباس. جايب ليا فاتورة الماء والضو والتليفون مع بعضهم وتقول لي ما تشوف مني كان الخير؟ هذا الخير نتاعك، هيا هز بسكلاتك ورينا عرض كتافك، وانت هز بيتك ودخل لالا، هيا فيزع، امشي. سي عباس، جاك ثاني تنبيه من البلدي. صح علي. شوفوا لي حاجة انتش فيها غادي، ما كانش يدقني ربي ويدقني ربي ويدقني ربي، ما نعمل عامل باسي بات. وينو قدامك برا قول لي. يا سي سعيد بنت اختي هذه راهي عمرها قريب ل40 وما عرستش وقاريه. هذه هي بوادر تشجع، وش اسمها؟ اسمها ورده، وهي ورده بالحق. هاي العين، هاو الشعر، هاو الطول، هاو الخشم، هاو الفم، تكذب العين ومرات العزيلو ارخى لحاله. لا زيد قول لي ثانا اللي هي شهلوله وخفيفه تروح وضحاكه. هكا انك تعرفها اسيدي، كي نقول لك اللي هي طفله ما فماش حط على الجرح يا برا. اسمع صالح، اسمع في البرني واش يطلع منه؟ عند وزير الكل ومخبيه، كل مش حمادي الحجيان ولا راهي ضاعت مني فرصه العمر ورده. يقوى عليك ربي يا برني، تقعد تمدح وتمجد في بنت اختك حتى لين سعيد ولا يهتري. يا ماني خوك نحب نشوفها ونحكي معاها في اقرب وقت. اليوم كان تحب. سلام يا عم علي وخويا ما عادش النجم. ما ولا باس يا سي. اكبر الزازار وعيس الخضار حاسموا بجلدي وما خلوا ما خدموني. يا تنظيف دواوين يا كنسان حوانيك ما عادش نقد نوقف على رجلي. اوه واش صار فيك من اللي صار فيا انا؟ مركب بنت صعيدان على ظهري دقازة ودرت بها البلاد الكل. اوه با يا عم علي، كرايمي عواجه وركابي ما عادش نتحكم فيهم. هذا كله شوي فيكم باش تعلموا تضموا فهمكم على الخير وعلى الشر. عم علي انا باش ناخذوا غمضه نرتحوا فخر ربي ما دام انت صلحت لنا صبابيط. حتى من الصبابيط تقطعت عم علي. برا برا ارتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش بيهم؟ لا لا لباس، يرتاحوا برا، يجاني يا ابو ان شاء الله خير. اسمعت بسعيد اللي يحب ياخو بنت اختك؟ ربي يهديه يخسرني، يحب اليوم يجي يشوفها. هي وشنو المشكل؟ شافها اليوم ولا غدوه؟ المشكل ما عنديش فلوس باش نضيفه. تو هذه تحير فيها برني. يا مدبر راسك شوف شكون يسلفك. من انا وعلى جيتك؟ سلفني شويه فلوس خليني نقصد ربي. حتى بالعيد والفرح اللي باش ناخذ من عندهم حق تصليح الصبابيط هاك تشوف فيهم رقدوا رقدوا. تعرف كيفاش؟ اخلص عليهم وهم راقدين خير من اللي ينوضوا ويوليوا يكشحوا فيك في حق الملاخه. يقولوا البرني بوهالي. السلام. وعليكم السلام. بالعيد انت يا كبران عقاب الزمان. انا دخلت الكوم تاع واطر. بالعيد عارفك عارفك قوم راقد. انا يا الكبران وانا عارفك وقلت لي كرب درب درب. يا ولدي قوم من الشام. بالعيد قوم كلا فيك. سي
السلام يا شيخ. السلام. وينكم السيدي؟ وين كنتم؟ كوني نخدموا يا شيخ. تخدموا؟ وين تخدموا؟ لاكم في الجنينه لاكم في النوجه، وين تخدموا؟ نخدموا نخدموا. اما انا شدتني وجايع في معدتي، قصيت على الخدمه والفار حزني للسبيطار. ونزيد تكذب زاد. بس خايب الخبر ما يوصلنيش. اسمع بلادي، انت الجمعه هذه كنت باش تولي كبران مترسم. من توا نساها الترسيم. ونهار اليوم منقوب ليك وليك. توا توصلوا البرويطه للمستودع وغدوه تجيو من البيرو. مفهوم؟ تحرك تحرك. ملا زهر عندي حتى الجماعة اللي معمل عليهم موجود من غير ما تاخذ منهم حتى دور. اما انا مش مسيبك الا ما تشوف لي حل. حل؟ شوف سعيد، ما دام صبعه تحت الزرسة هذاك تسلف من عندك قد ما تحب. فكرة يظهر لي ما نجم يسلفني كان هو مصروف الخطبة وما يكمل لي الشهر. عايا بالسلامة تو. أبرني هكا هو. أنت عندك خطبة ونا ما تحضرنيش. بالعكس، أنا نحبك تشرفني. أنت وصالح والبغدادي والسعدي. الله الله عليك. وقالوا كي تحت من البسكليت راسك جاي على المادة جبهتك تحلت. عاد هما صرفوا صرف. كملوا قالوا راه ولا معاق باش يعدي عمره في كرسي. الحمد لله عليك هاك صح سيل. هذيك حكمة ربي، من القهوة لهنا الجرح براء وسعدية باش تاخذ ليا امراء. وليلي مبروك مبروك. اشني اشني الفضايح اللي عملتها لي اخيرا في الشارع؟ بوس وتعليق وصغارين اخري باش تحزم وتقوم باش تعرف. راني والله نعملها يا بغدادي. انا فرحانة على خاطر السي سعد اللي هو لاباس وباش ياخذ امراء. على خاطر السي سعد لاباس وباش يعرس حنيتي كم شاطة في الشارع. مالا لو كان مش عارس بالمجد يا نجد عمل تحني الوان. اي عاد بارك للراجل وهنيه ويسي متخليني بتاعك. لا ياسر عادة تبارك الوتي بالبوس وتعليق ونزيد نبارك الوانا. يا بغداد انا راني واحد من العائلة وخيرك يا حسنة اختي. فرحت لياك سمعت بيا باش ناخذ امرأة. ملي عرسنا قلت لك يا بغدادي نح عليا الغيرة الزايدة. ماشي غيرة زايدة يلا. ما تنساش لي انت مرتي راهو. مرتك رميت عليا من تلاق في القهاوي قدام ياسر ما يسويش وتوا جاي تقول مرتي؟ تي الله غالب فلتت من لساني من غير ما نشعر. الله غالب ما تاخذش في خاطرك مني يا خير. يا خير مسامح كاري ماي. يهني وطيح لي قدري مانيش مسامحه ولا توا ماشي الدار بابا وباش نخلي لك الدار واسعه وعريضه. السعدي اعطوا لاختك. اختي حسنه؟ لا اختك خيره. اللي به الفايد اعترفت اللي خيره اختي. بر الذهب كلمتين انت عاد فحانات وشيلها الحاجه اللي عينا فيها بر. اي بر خيره. يزنوا الغش عاده يا بالحرام وانت بتضيق. يا من نشري لك ماكينه الخياطه الجديده اللي تحب عليها. خير رضى عليا بر واعمل ضحكه اي حاجه. مرحبا بك يا سي سعيد، راك نورتنا. الله ينورك. انت ويني ورد؟ هاني جبت لها الورد. يا راجل ايش فيك مزروب؟ اقعد الساعة، خلينا نفرحوا بيك. راك أول مرة تدخل لداري. وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة. بصراحة يا سي سعيد أنا فرحان برشا برشا برشا، اللي باش نولوا نساب وعائلة واحدة. سامحني نجيبك حاجة تشربها. ما تتعبش روحك، ما تجيب لي حتى شيء. كان تعمل بزي جيب لي العروسة. يا راجل اش بيك مزروب؟ تو تجيك. قول لي حق يا اخي جماعه شبيه ما جوش معاك؟ يا جماعه اي لا مش جماعه ثين السعدي ولد اختك والبغدادي وعلي وصالح. اي شكون استدعاه؟ انا استدعيته. يا اخي تجي خطبه بلاش لما ولا تحبني انا وياك وحدنا نقروا الفاتحه. مازالش شكون ما استدعيتوش. زغرتات اصلا نبعث لك بيره وبنت سعيدان يجوا زغرتو. لا لا مش لازم تتعب روحك. نعرف الزغرة. جماعة همجوا. يا سيدي مرحبا بكم. وي مرحبا بكم. يا حتى تفضلوا ما قلت أنا. يا ولدي بشوية ساعة حتى لين سعيد والطفلة يتعرفوا على بعضهم ومن بعد تفضلوا ودخلوا. لا بري ولا قول لي يا بري خو حدهم في الدار ولا تمشوا معاه؟ وحدهم. وشكون شكون؟ وحدهم وحدهم. لا تعطيني توا هكا. كم راجل يخلي بنت اخته في الدار مع راجل براني وحدهم؟
ويوقف فوق جنب باب الدار يقص عليهم وعامل لي فيها حزان. واش هي اللي فيها هذه؟ واش هي اللي فيها؟ ناس حبهم يتعرفوا على بعضهم بيعقل عقلهم. اللي بشويه ساعه نعطوهم شويه وقت خلي يدرسوا بعضهم ومن بعد نتفضلوا ندخلوا. عسلم مطاب. الله يسلمك. تفضل اقعد. الله يفضلك. انت هو سعيد القارد؟ ايه انا هو سعيد القارد وان شاء الله نكون عند حسن الظن ونلقى القبول. قول ليا وش بيك جيت وحدك ما جبت حتى حد معاك من العائله؟ ماني جيت نتعرف على ورده عاد نحكي انا وياها وكان تفهمنا توجيب العائله كل ونعملوا خطبه في الصحيح. انا نحب اليوم نقرا فاتحه والجمعه جايه اجيب الخاتم والجمعه اللي بعدها كتبين صداق وعرس. الله يبارك لنا من الوش العصافي ديك واللي تقولي انت ذكعو. قول ليا توا يجي منه جاي تخطب في ورده بكلها وجايب ليها قطه نوار الخبزه قطو لكادو. يا مدام في التعارف الورد خير من الحلو وحكايه الكادو عندك فاهم حق. لا غلط حقني راني جبت لي كادو معتبر. انا سير برني ربي يهدي ما قالش ليا راهي ام ورده لهنا. ام ورده؟ اما ام ورده يا اخي انت ماكش ام ورده؟ نا هي ورده. اهلا. هي نا هي ورده يا حبي الازرق. نا نموت عرش اجي لك بعد. هاكي واحد منهم انت قال ورخه انت هذي ناقه الشارف. محلاك يا سعيد ومحلا كلامك. وين نتربش بيك؟ وعلى هذاك انا تخبط فيك للعنكوش. تو هكا هابط عليه بضامه بين كتافي تقول لي تخبط فيك؟ انت احنا سهل عليك يا سعيد راك خطيبي وباش تولي مولى بيتي وشومي واش بيك نغار وما تحملش الفجكة. اخي هكا باش طيحي لي قلبي بين ضلوعي وتقولي لي ندحلس عليك؟ إما انا كل نتعارك واش تعملي لي؟ ندحلس عليك بدماغي يا سعيد. اشبيها ورده؟ هذه مشي ورده هذه عيلوت. اخي سعيد بعد ما وعدني بالماخذه حاب يتراجع في كلمته وما يقراش علي الفاتحه. يا هديك سايبيني راك قطعت علي الفص. يا خي راهو عجبني هو راجلي مولى بيتي. اسمع يا خي الطفله راهي تنولد عليك ها وكان ناوي باش ترجع في كلمتك وين وليت تغني عليه باش ياخذها يعني باش ياخذها. يهديكم ربي يقولوا كلمة. وانت سعيد وعلاش ما تاخذهاش؟ الدفلة تحفونا. يا جماعة البرني عنده حق الراجل إذا كان عطى كلمته ما يترجعش فيها. وانت صاحب كلمة مادام تفهمتوا مش تقراوا الفاتحة تقراوا الفاتحة توا. والفاتحة على روحك يا شميتي تحبوا تلزقوا في واحدة شرفتي هذه. أخيري عندك العق يا شير أما أنت عطيت كلمتك ما يزمكش تتراجع. حضو طليتك عطيت كلمتي. يقوى عليك ربي يا سعيد. تشلو يا أخي تحب تطلع المال السعادة. ماك خطبتها منه قدامي في الحانوت وهو وافق. مالا يا جماعة ندخلوا للدار الداخل نقروا الفاتحة ونشربوا كازوز وناكلوا الكبة. ساعتي ولي ضغطي راني خالك. انت عطيت كلمتك ولا ما عندي ما نعمل فيك برا ندخل برا. مشي مشي من هناك انت تذبحوني. يا مرة نقراو الفاتحة على هنا. استنوا استنوا الساعة أزيد مبروك ما عاد المصورة ايش عامل لنا تصويرة. بشوية بشوية عاد استنى هاي علي ايش تصور معنا ايش؟ ايش من التصويرة يا سعد يا خويا؟ شوفك وردة وملا وردة وملا هي وملا دماغ عليه. نحن قدادة ونقدو وندقوا مصامير في الهواء ويشدوا خطيني. في سعد سبوا البيئة